الدكتورة غادة عبد الهادي قالت لها انت عاوزة جلسات اشاعة الواحدة ب20,000 جنيه. من معجزات البابا شنودة الثالث مع ميرفت عياد من اسكندرية، دخلت في تجربة مرض اسنان وعملت اشاعة وكشفت عند الدكتور سامر استاذ المخ والاعصاب، قال ليها انت عندك التهاب في العصب الخامس. راحت عند الدكتورة غادة عبد الهادي قالت لها عندك ورم خبيث في المخ ولازم تعملي جلسات الواحدة ب20,000 جنيه. بيصعب عليا جدا لما ربنا يدخل الناس الغلابة في امراض وهم مش معاهم فلوس. رجعت عند الدكتور سامر قال ليها المرض وصل العصب الثامن وكان في الصوم الكبير، ومرفت قالت لازم اصوم الصوم الكبير، اتحدد ميعاد العملية وطلبت شفاعة البابا شنودة وراحت علشان تعمل العملية، الورم اختفى تماما. بركة شفاعة البابا شنودة تكون معاكم وتفرح قلوبكم. عشان كده سفر رعوز في آية بتقول الآيات والعجائب التي صنعها الله معي حسن أن أخبر بها.